في عام 2008 وبفعل الحصار الخانق على غزة، اقتحم آلاف الغزيين الحدود المصرية. وقف الجيش والشرطة المصرية حينها مكتوف الأيدي، فكيف نطلق النار على هؤلاء الجوع المحاصرين؟ هكذا كانوا حينها يقولون. وإسرائيل تقول اليوم: استعدوا بدل الآلاف للملايين. والمصريون يضعون خياراتهم على الطاولة، ونحن هنا نستعرضها لكم. صواريخ فوق الأرض، هذه غزة التي ليست كل من قلب الحدث إلى عقل المشاهد. ستيب نيوز، 10 سنوات وتغطيتنا مستمرة. خرج ملف التهجير إلى سيناء من أيدي المخابرات المصرية والرئاسة والخارجية، والآن أصبح بيد الجيش. وعلى لسان وزير الدفاع محمد زكي الذي تحدث لأول مرة، قال الرجل صراحة: في عالم اليوم لا يوجد مكان للضعفاء، والمؤسسة العسكرية المصرية بدأت بدراسة خياراتها، لكن من البداية وقبل الوصول لخيارات المصريين، ما فعلته إسرائيل حتى الآن كان بمثابة التمويه وخداع العالم. فهي قالت إنها ذاهبة لغزة لتصفية حركة المقاومة فيها وإعادة ما لها من مخطوفين، وعلى هذا دعمها الغرب كله وعلى رأسهم الولايات المتحدة. لكن في قائمة ما لم تعلنها إسرائيل رسميا هو تهجير الملايين في غزة، وحددت وجهتهم إلى سيناء المصرية. وللتوضيح، هذا الكلام لم يصدر بصفة رسمية عن وزير الحرب الإسرائيلي أو رئاسة الحكومة، لكنه صدر عن بقية المسؤولين تقريبا في إسرائيل. فإحدى وزيرات نتنياهو في ردها على سؤال لماذا تريدون تهجير الغزيين، قالت بفجاجة: لأننا لا نستطيع أن نقتل جميعهم أو أن نأسرهم كلهم كذلك. إذا بهذه اللهجة وكأن الأمر تحصيل حاصل، شرعت إسرائيل بتنفيذ ما كان حلما لها والآن تتمنى تحويله لواقع. فالخطة لديهم تسير على أكمل وجه، حيث تمكنت من جعل أكثر من 1.5 مليون إنسان بلا مأوى ولا مكان حتى ينامون فيه، وحشرتهم جميعا رفقة بقية الغزاويين في أقل من مساحة نصف القطاع الذي لم يكن يتسع لهم أصلا، وقطعت عنهم الماء والغذاء والدواء والوقود في عز الشتاء، وقربتهم خطوة من معبر رفح وبقية الحدود مع صحراء سيناء المصرية. وبحسب ميدل إيست، أي القطرية الناطقة بالإنجليزية، فإن اليأس سيدفع هؤلاء المحشورين لاقتحام الحدود. وكلام الموقع القطري البريطاني جاء استنادا على كلام شخصيات في الإدارة الأمريكية التي رأت أن التهجير بات تحصيل حاصل، فإسرائيل لم تترك لأحد أي خيار للبقاء. والتقرير القطري تحدث مطولا عن معاناة الغزيين في العراء وعن غياب حتى الصرف الصحي، وكيف ساهم ذلك بانتشار الأمراض والأوبئة، وأن مثل هكذا حال لن يتمكن الغزاويون من احتماله، كما أن الإسرائيليين رفضوا حتى مطالب العالم بالتوقف عن الحرب، ما يعني أن لا أمل تبقى. ولهذا قال القطريون أن اليأس ما سيدفع الفلسطينيين لترك غزة، وبالطبع لا وجهة لديهم سوى سيناء. فما رأي المصريين؟ هنا قبل الإجابة لابد من ذكر أحد أكثر التصريحات الأخيرة خطورة، وهي مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمصر بتسهيل عبور الفلسطينيين إلى خارج القطاع عبر معبر رفح. وهذا تصعيد دبلوماسي خطير اعتبره المصريون، فالرجل كان قبل أسابيع يرفض ما كان يسميه التهجير القسري، لكن على ما يبدو نجحت تل أبيب بتغيير رأيه، ما يعني أن كامل الكرة أصبحت بيد القاهرة التي يلوح أمامها شبح العام 2008 حين تدفق ألاف الغزيين مقتحمين الحدود. حينها لم تستطع القوات والشرطة المصرية منعهم أو إطلاق النار عليهم، وأصلا هذا خيار غير وارد في مصر الآن، أي إطلاق النار على الفلسطينيين الفارين من ويلات الحرب، لا في الماضي ولا الآن، ولن يفعلوا ذلك في المستقبل. إذن ماذا تبقى لديهم من خيارات؟ أحد هذه الخيارات قد يكون الاحتواء كما حصل قبل 15 عاما، لكن البعض قال إن ذلك يستحيل الآن، فالأعداد التي قد تقتحم الحدود هذه المرة لن تكون 2000، بل ستكون 100,000، وهذا رقم صعب الاحتواء عمليا. كما أن من اقتحم الحدود في الماضي كانوا مواطنين غزيين عانوا من نقص الإمدادات، وحين حصلوا على ما يريدون عادوا،
لكن هذه المرة الأمر مختلف، فمن سيخرج هو خارج من الموت وبالتأكيد لن يرغب بالعودة إليه. إذن حتى هذا الخيار يسقط تماما، ما يعني أن خيار إطلاق النار لتخويف النازحين الفارين غير ممكن، وأيضا خيار احتوائهم. فماذا سيبقى أمام مصر؟ بالتأكيد سيفكر المصريون بالحل السياسي الذي مضوا فيه منذ أول يوم للحرب على غزة، وهو الضغط وحشد العالم لوقف الحرب وبالتالي لوقف شبح التهجير. والقاهرة عملت بجد في هذا المسار، لكن على ما يبدو لم يؤتي ثماره مع الإسرائيليين الذين يضربون بعرض الحائط كل دعوات وقف الحرب حتى الآن، والتي أجمع العالم عليها باستثناء أكيد الولايات المتحدة الداعمة لحليفتها العبرية حتى آخر رمق أو نقطة دم فلسطينية. لذا ماذا بعد فشل الدبلوماسية؟ الملف الآن بات بيد القوات المسلحة المصرية، أي الجيش أقوى سلطة في مصر، والذي أكد أن من عقيدته أن تبقى سيناء مصرية حتى آخر ذرة رمل فيها. لكن كيف سيبقيها مصرية من دون استخدام السلاح؟ والسؤال التالي، هل سيستخدم سلاحه ضد الفلسطينيين؟ وبالتأكيد لا. إذن هل سترفع مصر سلاحها بوجه إسرائيل؟ هذا الخيار بالشكل التقليدي قد يكون مستبعدا هو الآخر، فأعلان الحرب على إسرائيل له تكلفة عالية ويتعدى حدود الحرب على تل أبيب وحدها. فالبوارج الحربية الأمريكية وغواصاتها النووية وحاملات الطائرات عششت في المنطقة، لكن لن تنعدم بقية الخيارات. فخيار دعم المقاومة في القطاع قد يصبح واقعا يرى البعض، خاصة مع تسديد الفصائل ضربات موجعة لإسرائيل وجيشها في غزة. وإذا ما فتحت القاهرة خطا وأيضا لن تغلب فيه لدعم وتمويل الفصائل، فهذا قد يؤدي غرض وقف التهجير إذا ما أرادت. وهذا أقوى الخيارات المصرية حتى الآن وأكثرها واقعية إذا ما أرادت حقا وقف عملية التهجير التي لن تسبب الضرر بمصر لوحدها وتفقدها سيادتها على صحرائها، بل ستؤدي لتصفية قضية الفلسطينيين عن بكرة أبيها. لذا السلاح الوحيد الذي بيد القاهرة حاليا والقادر على وقف إسرائيل هو تقوية الفصائل في حربهم ضد الجيش العبري. ليتبقى سؤال واحد فقط، وهو برسم إجابة المصريين، هل ستفعلها القاهرة إذا ما مضت إسرائيل في خطة التهجير؟